صينيه فراخ حلوه جدا 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 وبسيطه هتعجبكم. عندنا فرخه مقطعينها 8 قطع، عندنا راس ثوم صحيحه وبالقشر كمان، كوبايه من الزبادي كوبايه مش كوبايه بتاعت الشركه، كوبايه العياريه، 3 معالق كبيره من الكاتشب، معلقتين كبار من الباربيكيو صوص، ربع كوبايه من عصير الليمون، زيت نباتي، معلقه صغيره من الثوم الباودر، معلقه صغيره من البصل الباودر، معلقه صغيره من بهارات الدجاج، معلقه صغيره من الريحان الجاف، رشه من جوزه الطيب، ملح وفلفل اسود. وتحت الفراخ هنحط بطاطس مكعبات وهنحط بصل مكعبات وشويه مرقه. يلا بينا. هنبدأ نحضر طبق كبير، طبق بايركس حلو كده. يلا بينا. في الطبق هنحط البطاطس وهنحط كمان البصل، هنحط لهم ملح، رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود وشوية زيت. شوية مرقة. هقلب كل ده مع بعض. بس تقلبة سريعة كده. افرد كده البطاطس. وكده طبقة البطاطس جاهزة. تعالوا بقى نجهز الفراخ بتتبيلتها. يلا بينا. الزبادي الباربيكيو الكاتشب عصير الليمون، البصل الباودر والثوم الباودر والريحان الناشف اختياري، ممكن تستبعدوه او تبدلوه بزعتر، والبهارات وطبعا ملح وفلفل اسود، ملح فلفل اسود، رشة جوزة الطيب، وهحط كمان شوية زيت، وهحط كمان سنة صغيرة من المرقة قد ربع كوباية، وهقلب كل الحاجات دي مع بعضيها دلوقتي لحد ما يبقى عندي تتبيلة متجانسة تماما. التتبيلة دي تنفع لأي قطعية من الفراخ، فرخة مقطعينها صدور وراك كله شغال، مش هيقول لأ خالص. ناخد كل اللي على السباتشولا ونشيل الحاجات الفاضية ونيجي نقلب كل ده مع بعضه. فيبقى عندنا التتبيلة العظمة اللي انتوا شايفينها دي. بس كده زي الفل. هاخد الفراخ والبس بقى جوانتي عشان اتبلها كويس، عايزة اغرق الفراخ بالتتبيلة دي.
يلا بينا. هناخد الفرخة كلها، الفراخ كلها، ننزلها وسط التتبيلة ونبدأ نقلب. ممكن طبعا والأفضل إن احنا نعمل الفراخ دي قبلها بليلة، نسيبها في التتبيلة وتاني يوم نسويها، لكن احنا في البرنامج هنا وعلى الهوا بنسوي على طول، انتوا عارفين عشان الوقت. زي الفل. هجيب طبقي اللي حطيت فيه البطاطس والبصل والمرقة، هاخد راس التوم دي كده زي ما هي، هحطها في النص، هتنزل طعمها وهتخلي الموضوع لذيذ جدا. وابدأ اخد قطع الفراخ اوزعها على الوش وسط كده البطاطس، وهننزل كل التتبيله على الوش، مش هنسيب منها اي حاجه. فردوا الجلد كده، خلوه مغطي حته الفرخه، الجلد بيخليها تفضل طريه وجوسي وما تفقدش اي عصاره وتبقى جميله جدا. فمهم جدا ان احنا نفرد الجلد كده، وادي اخر حتتين. بس كده صينيتنا جاهزه. هاخد بقى كل التتبيله دي على الفراخ، مش هسيب منها اي حاجه، هنحطها حالا في الفرن. وادي كده صينيه الفراخ جهزت. كل اللي هعمله اني هدخلها الفرن. الفرن لازم يكون سخن على درجه حراره 220، والحراره هتكون من فوق وتحت، واللي عنده مروحه توزيع حراره يشغلها، بالتاكيد هتخلي السوى الطف. نمسح اي بس تتبيله على الاطراف عشان ما تتحرقش وتشوهني منظر الطبق، عشان ده الطبق اللي هقدم فيه. يلا بينا. وعلى الفرن على طول. ده الفرن بارد يا جماعه. يلا بينا. أعلى درجة حرارة وحرارة من فوق وتحت، وشغالة المروق بالظبط. الحروقة دي أحلى حاجة، الحروقة اللي على الجلد.